يانغ هم تشكيلة الكوتش الصربي إيفان ميرليتش. محاولة درايف على الباسكت. أوه كيف كثير عبد العزيز المحسن. عبد العزيز عم بيسجل أول باسكت. جود باس من انسايت لاتوفياس. عنده فوت وورك ممتاز. بيقدر عم بيظهره للباسكت. واو نايس موف. حلو كثير هيك على الباك. فريق الكويتي كل مرة رح يعمل دبل تيم على نيك على اللو بوست. ريكي يونغ درايف برضه بيحصل على فاول وهالمرة باسكت اند. جود جوب لريكي يونغ. 2 بوينتس ورمية حرة إضافية. هذا هو الدرايف. بادي كونتاكت. نرجع. كراش. جود جوب. جود باس. واو. حلو هاللياب لقيس عمر الشبيبي. روعة قيس. نيك كاتش اند شوت. 3 بوينتس على مسؤولية معلق اللقاء. وقت المستقطع المفروض ينطلق. نسي تماما إيفان. ولن يحرك ساكنا كوتش كافما بالتايم اوت. عمر بلوشي جود باس لاتوفياس ويليامز. جود فينش للباور فورورد طلال. حتى فريق الكويت السوبر كاب مره واحده وحاليا شباب الاهلي عم بيربح. كافما بعد هالبلوك عم بياخذوا وقتهم لكن براندون بيرد الحسبه 2 بوينتس. بقول له 28 20 براندون 6 بوينتس. كافما عن طريق الحميدي والحميدي عم بيسجل اخيرا نقطة الرابعة بالجيم. اخيرا كافما بيأتي باول 3 بوينتس حصل 8. براندون كاتش اند شوت. واو عم بيكون اون فاير بالكوارتر الثاني. صار برصيده 9 7 بوينتس سجلهم بدقيقتين ونص. وريكي يونغ عم بيرد والهجوم عم بيكون على حساب الدفاع. مش ماشي ابدا مش اداؤه العالي. احمد سجل واحد من اصل 6 حاليا واحد من اصل 7. وكافما على الاوفنس. ريكي يونغ 3 من 4 على هالمسافه صار 4 من 5. هيز اون فاير ما عم بيتوقف ريكي يونغ. والبيجست ليد 14 والبلوشي شو قصتك قلت لك روح على الباسكت اكثر. واحده من 12 على الارك وحاليا براندون. حلو هالفينش حلو هالفينش. يا ريت المخرج لايهاب نور تورينا هالفينش. ليه؟ حلو هالتاتش على البورد والفينش بايد اليمين. جود باس من سعيد لكن شوفوا هالتاتش شوفوا هالتاتش بايد على البورد والفينش على الرام. روعه براندون. اوفنسيف ريباوند عاجبني اليوم شباب الاهلي عندهم معدل ممتاز على المتابعات الهجوميه وهون متابعتين على التوالي وحاليا مين. برافو عليك برافو عليك. حلو هالدقايق حلو هالدقايق. حلو الباسكت بول مع كافما. حلو الباسكت بول مع شباب الاهلي وحاليا ترجع 3 ثواني على نهايه الهجمه. واو سوبر باكيت لعبد العزيز الحميدي. ما سجل اي 3 بوينتس. 87 84 اي تورنوفر الان شو مكان شكله ممنوع يا البلوشي. البلوشي بالليفت هاند. 91 86 نتيجه النهائيه مشاهدينا الكرام لهالمباراه. بقول الف مبروك لشباب الاهلي يمثل كره السله الاماراتيه بهالبطوله. الف مبروك لشباب الاهلي لهذا الفوز.